başlar an. Kiralı katil oldum duygularına şimdi ağla. Kaç kiracı kovabilirsin dünyandan, nedeni yoksun arzularından. Bahçe yapsan tohumuna suyunu serpeler misin? Pesimistim, sendeler mi kalemim? Sezin, kesilecek mi biletim? Cinde yaşar alemim. Cenazemin omuzlarında yazılı karabiber duası rap. Kara haber selası kalpte hep bir çare. Hep şu seli kolayca yüklenip kaldırdınız cenazemi. Geride hep bükük boyumla anıla geldim. Gücünüz yetmedi mi? Elendi insanoğlu gün be gün. Hüzün tünellerinde fareler hücumda. Sen yüzünde tellerinle savaşır haldesin. Yazık mahrem adem. Günahla yanacak uluya servis olacak madem. Bilin ki ben harabem. Huzur ne darem. Ocağa hesti yaya bedenem. Cenazemin omuzlarında yazılı karabiber duası rap. Kara haber selası kalpte hep bir çare. Dudaklarımda senfonim çalarken hep duacım oldu bass drum. Cenazemin omuzlarında yazılı karabiber duası rap. Kara haber selası kalpte hep bir çare. Dudaklarımda senfonim çalarken hep duacım oldu bass drum. Ocağa hesti yaya bedenem. Cenazemin omuzlarında yazılı karabiber duası rap. Selası kalpte hep bir çare. Dudaklarımda senfonim çalarken hep duacım oldu bass drum. Yeah. Cenazemin omuzlarında yazılı karabiber duası rap. Kara haber selası kalpte hep bir çare. Dudaklarımda senfonim çalarken hep duacım oldu bass drum. Cahesti yaya bedenem. يعني معقول ما فيني روح على البيت واتركهم؟ إذا رحت خمس دقايق بتصير مشكلة فوراً؟
ماشي فهميني. قدرت طلعت حكت على الراديو ولما خلصت دغري حطت غنية عن الوداع، ونحن حسينا أنه كانت إشارة لجماعتها، إلا أنه بعد جماعة قدرت فصلوا الأسلاك وطفوا الكهرباء بالسجن. وكيف وصلوا لهنيك أساساً؟ إذا في ألف باب لازم يمرقوا منه. قدروا لأنه قبل الحادث سرقوا بطاقة من زميلنا. شي حلو كتير. إيه برافو، أنا رح أعاقب زميلكم مما كان يكون. كملي. بعدين عطلوا المولدات كلها، بس فريق الصيانة موجود هلأ وهن عم يصلحوا كل شي. برافو أوسلام، عن جد حلو كتير. يلا لشوف، امشي. لكن هادو لحدا يساعدنا. لينا حدا يريد مضطك. دينيز والله بيتوقع لي إذا في الفرق. أنا لا تتركيني دينيز، حيترجعك دينيز حيومي. يلا دينيز رح نموت. ليش ما عم تردوا علي؟ ليش الممرضة؟ شو في؟ شبه دينيز؟ عشان الله شو صاير لدينيز؟ شو صاير؟ ضربوها ورح تروح من بين إيدينا. مراد ملتم، جيبي الممرضة بسرعة. طلبوا سيارة إسعاف، في نزيف قوي. شو وضع السجينات؟ في أعمال شغب؟ شو الأخبار؟ لهلأ ما في تقرير باللي صار. زيرين خانم، بدنا مساعدة على القسم 101 بسرعة. وين حتصير المشاكل غير هيك؟ بسرعة بعثوا لنا مساعدة على القسم 101. لك تعوا ساعدونا. مين اللي هاجمكن؟ ها؟ مين عمل هيك؟ دينيز اصبري شوي، روحوا جيبوا لي قطعة قماش نظيفة. يلا بسرعة. وين الإسعاف يا ملتم؟ لو سمحتوا الحالة كتير خطرة، لا تتأخروا. بدنا إسعاف على القسم بواحد، لو سمحتوا لا تتأخر. أملي يلا اصبري دينيز. لك وين الإسعاف لهلا؟ لك شو يلا عم يصير برا؟ أنا لازم أطلع. لا بنتي لا تطلعي قبل ما يجي حدا وينادي لنا، ما بيصير. أنا عم أسمع كلهم عم يصرخوا ويقولوا دينيز، أنا طالع أشوف شو صاير. أنتوا انتبهوا على الأولاد. وأنا لا بنتي تعالي أنت خليكي هون. وبلكي صاير شي مو منيح لدينيز أو أمي أو دودو مثلا. لا بنتي ما في شي مو منيح، الكل مناح إن شاء الله. أختي دينيز، دينيز يا الله. يلا يلا أختي دينيز. شبك دينيز، أختي دينيز، أختي ملتا. أختي دينيز بترجاكي لا تموتي. أختي دينيز نازانة لا تتركينا مشان أصعدوا. يلا شوف غطوة وما حدا يقرب ليجي لنا قبل هون. أختي يلا بسرعة. لا تتركينا دينيز. هلا أمي، أمي يا دينيز لا تموتي، لا تتركيني لحالي أمي. بسرعة يلا استعجلوا. شوفي أخي شو صاير، إصابة خطيرة لازم ناخدها على المشفى فورا. يلا استعجلوا شوي. إن شاء الله استعجلوا. يلا بسرعة بسرعة. تعالي يلا. نازان راحت، نازان راحت. أنت منيحة؟ قالوا لعندي. نحن هلأ خلصنا على هالمرة المجرمة، بدنا نحط حدا مكانها. يعني إذا شغلتوا عقلكن منيح خلي واحدة من بيناتكن تصير رئيسة هداك القسم وبتعيشوا عيشة ملوك وقتها. فكروا. تاي قعدي هون معلمتي. دينيز لا تتركينا، خليكي معنا دينيز. دينيز يلا يلا على السريع. حملي دينيز، حملي شوي. لحقوها بسرعة. دينيز، دينيز لا تروحي، بترجعكي كوني قوية. بسرعة لحقوها. بترجعكم لحقوها. حملي، ما بدنا نخسرك دينيز. دينيز بسرعة. لحظة لحظة، خليكن هون، استنوا، وقفوا.
خسرت كتير دم، لازم نقيس النبض. ألو، أهلين أختي. كيف؟ تمام، جاية فورا. شوفي دينيز انطعنت من شوي. كيف؟ طيب كيف وضع هلا؟ جابوا سيارة الإسعاف وهلا رح ياخدوها على المستشفى. تمام، أي مستشفى؟ ما بعرف، بس يوصلوا بيخبرونا. ممكن توصلني على السجن أرهان؟ إيه. انتم متأكدين إنه أم العزراء كايا طلعت لبرات البلد؟ ها؟ ما بيّن عنا إنه في إلى دخول على البلد، بس إذا داخل بطريقة غير شرعية هذا شيء تاني. رغم هيك بدنا نروح نشوف، إذا ما كانت هون بتكون برا. إيه تمام. ألو، نعم؟ أيوة. شو صاير؟ أنت متأكد؟ شو في؟ متأكد من كلامك؟ تمام، سيدي، عرفوا وين مكان عزراء كايا. ممتاز، وينها؟ ألو؟ تمام، بعت لي الموقع فوراً هلأ، لا تتأخر. تمام؟ يلا استعجل. وين قال لك؟ سيدي رح يبعتونا الموقع هلأ، ضيعت بشاكشي. حلو كتير، يلا لكن. نامي وارتاحي، الصباح رباح، خلاص ارتاحي. شكراً لك حسن، شكراً على كل شيء. معقول هالحكي هاد؟ الله يكون معك. خليني سكر هالشبابيك والبرادي أحسن. لا خليها، خلي تفوت الشمس على الغرفة. شو عم تحكي أنت؟ الشمس قوية هون، بتفوت على الغرفة وبتزعجك الصبح، وهيك رح تفيق. لك حسن شو عامل عن جديد؟ أنا مو عامل شيء أمي، شو عرفني مين هدول؟ ما بعرف. أعطيني سلاح أبوك بسرعة، هات السلاح بسرعة. خدي أمي. لك مين بدهم يكونوا؟ ليه جايين يهاجموا بيتنا؟ الله يلعنهم. شو كلام؟ ولا أنت اللي فوتنا بهي المصيبة؟ مين هدول لك حسن؟ ولا. هذا وجدي، وجدي زلمتها لقدرات. مين قدرات؟ لتكون زعيمة السجن تبعكن؟ ها؟ ايه. لك بنتي انتي انصبتي. ما في شي، هو جرح صغير. حسن، حسن اعطيني المسدس. لا تتدخلي عزراء، ما بكفي تصاوبتي. حسن، حسن عم بحكي معك. ابني اعطي البنت سلاح مثل ما عم تقلك. يلا امي خدي هذا، احسن واحد فيهم على اساس بتفهم بسلاح. امي
اسمعوني منيح، اسمعوا، اتركوا البنت، اتركوها احسن لكم. ايه تعال خدها، موتكم اذا فيك، تعالوا خدها. بعمركم سمعتوا عن بيت من البحر الاسود سلم بنت موجوده عنده؟ العمى بعيونكم قديشكم اغبياء. روحوا تلوهم كلهم يلا. حاضر معلم. ما بدي حدا يطلع عايش من هالبيت. سرعة الجنائية رايحين على ضيعة بشاكشي. ونحن رايحين لهونيك، وصلنا بلاغ عن اشتباك. شو هاد بنتي؟ الله يوفقك ويسلم ايديك. شو كنتي قائد بالعسكرية؟ لا، كنت بسكندرون بالبحرية، وكنت بالإنزال على شواطئ قبرص. ايه واضح ما شاء الله. الله يوفقك يا بنتي، والله بترفعي الراس، برافو عليك. الله يلعنكم. وقف قلبها مرتين دكتور، عملنا لها صدمات، لوين نحولها؟ على غرفة الإسعاف. دكتور شو وضعها هلا؟ ما بعرف، لازم نجهزها للعملية بأسرع وقت. ماشي دكتور. وقف النبض، رح نخسر المريضة. يلا نادوا للدكتور الجراح على السريع. يلا 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 بسرعة. لو سمحت خليك، ما بصير تفوت. شو هالأندال هدول؟ هدي هاد عبيت المخزن. لك انتو ما بتعرفوا لوين جايين يا ابن الحرام. عزراء اعطيني في رصاصات بالخزانة. يلا هذا بيت ولا مستودع سلاح؟ بدكن تاخدوا البنت؟ ايه تعالوا خدوها، القبضاي فيكن يقرب. هدول هنين؟ هاتي لك امي، قرب الرصاص يخلص. شو نعمل؟ لو شو ما صار ما رح اعطيهم البنت. ايه اذا اضطر الامر بنحرق البيت باللي فيه، وما بنعطيهم البنت، ما رح ياخدوها. ايه اكيد ما رح ياخدوها. ايبو اللي معلم، خد معك رجال وفوت لجوا. كيف رح نفوت؟ شوف وين الباب، بيصيدونا مثل العصافير. ليك ايبو، يا اما بتموتهم انهم، يا اما بتموت هون. فهمت؟ تحرك. لك امي خلص الرصاص. كأنه اجت الشرطة. لك شو عم يصير هون؟ اجت الشرطة؟ لو كانوا الشرطة كنا سمعنا الزمهور معلم. لك هي مو شرطة يا ابني، هدول رجاله لخليل. مين اللي بده يحكي مع الشرطة من عنا؟ ما في حدا بضيعتنا بيحب الفتنة والسوء. اجانا بالوقت المناسب والله. كيف مناسب يعني؟ قديش قلنا علقانين نحن وهالوسخين، لهلأ لحتى وصلوا. وقت هاجمت المافيا بيته وساعدوا أبوك بـ20 رجال وصلوا لعنده بثانية. شبك أمي الرجال هلأ مريض؟ شو هالحكي؟ خلاص وقفوا القواص، انسحبوا. يلا يلا اجتمعوا اجتمعوا بسرعة. يلا 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 بسرعة. انتوا قوموا طلعوا من الباب الوراني تبع الجنينة، رح تجي الشرطة هلا على الأكيد. يلا عزراء امشي. يلا خدوا السلاح معكم. يلا
روحوا يلا بسرعة بسرعة يلا. يلا بسرعة اطلع. ألو ألو مراد، أنا هلأ وصلت على السجن. خبرني دينيز شو وضعها؟ مو منيحة، قلبها وقف مرتين بالإسعاف وبالمشفى، وهلأ عم يجهزوها، بعد شوي رح يدخلوها على العملية. طيب لو سمحت خبرني شو بصير معها، وأنا رح أجي لعندك بأقرب وقت. وضعها حرج حاليا، قال مرتين قلبها وقف. لا روقوا، ما في شي سيء لهلأ. لا تخاف رح تطلع منا أكيد. روقوا هلأ، دينيز مرة قوية. يلا فوتوا هلأ على قسمكم وبخبركم بكل شي بعرفه، تمام؟ يلا حسرت لو سمحتي دودو. يلا زيرين خانم. أساس أنتي فتشتي كل شيء؟ شو هالتفتيش هاد؟ من وين طلعت كل هالسكاكين والقصص؟ شفتي كل شيء جمعناه من أغراضهم بعيونك ميليس، لهيك لازم تعرفي قديش في ناس منحرفين جوات السجن، بلكي وقتها بتبطلي تدافعي عن حدا. أنتي بتعرفي كتير منيح أنه مو كلهم مثل بعضهم. برأيي اللي صار كان تجاهل. كنتي بتعرفي أنه قدرت بدها تعمل هالشي هون، كنتي بتعرفي كل شيء. أساساً مو أنتي اللي عم تديري هذا السجن، قدرت اللي عم تديره. بس بدك تدفعي تمن اللي صار، تأكدي زيرين. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا تعي. مين انتو؟ شوفي. مساء الخير يا خالي، في وحدة اسمها عزراء كايا هون بدنا اياها. مين هاي؟ شو بيعرفني فيها؟ بالله؟ ايه لكن خلينا نتأكد بنفسنا. تفضل تأكد. احكي لي شو يلي صاير هون خالي، صاير اشتباك او هيك شي عم بيقول؟ ايه والله شوفت عينك، بخوشولي البيت كله ناس. ايه؟ مسلحين ما بعرف شو بدهم، انا انبطحت على الارض من خوفي. ايه وليش ما اتصلتي بالشرطة؟ وكيف بدي اتصل بالشرطة؟ عم قلك انا كنت ملحوشي على الارض. عدي هون لشوف، عدي يلا. هات احكي لي ليش هجموا عليكي. شو عرفني ليش هجموا علي؟ انا ساكنة بالبيت لحالي، هي مو شغلتي. يعني معقولة تكوني لحالك؟ ما عندك ابن قد اللوح؟ طلع من السجن عن جديد، شو كان اسمه؟ حسن معلم. حسن؟ وينه حسن؟ حسن راح يصيد سمك. راح يصيد سمك؟ ايه شو ما بصير؟ اسمها فاطمة ما؟ ايه فاطمة. شو فكرتيني غبي؟ أنا شفت الفراغات يلي بالأرض، واضح إنه الإطلاق صار من برا ومن جوا، ومبين إنه في سلاح جوات البيت يمكن طالعتوه من هالصندوق. كلامي صحيح؟
أنا خبرتك كل شي صار عندي، إذا ما عجبك لا تصدقني. لا تزعجيني أكتر، احكي شو بعمل لك يعني؟ بألف قصة كرمال حضرتك؟ عم بقول اللي صار. خد لي إياها على القسم، خليها تشرح لهم مشكلتها هنيك. شو بدي أعمل بالقسم أنا؟ شو هذا يا؟ مجبورة أروح غصب عني يعني؟ تمام تمام، امشي مع الشباب هلا، يلا تفضلي معنا. وخبر أورهان يجمع أهل المنطقة كلهم بشي قهوة، بدنا نحقق معهم. أمرك معلم. وبعت لي بلاغ يقبضوا على حسن كمان. اللي شو بدك من حسن؟ شو بدك منه؟ يلا يلا خالي، يلا يلا فرع، يلا حسن ما كان هون. امشي لو سمحتي. ليش عم تسألني إذا ما بدك الحادث على أدلة؟ إيه أمرك معلم. انت دور مع الكلاب بهي الجهة، واثنين يروحوا لورا البيت بسرعة. لا تواخذنا، دخلنا فجأة على مكان الحادث قبلكن. اتفضل المكان إلك، يعطيك العافية. الله يعافيك. شو هاد كمان؟ في باب تاني للبيت مفتوح؟ إمري خد عيني من هون. تمام معلم، بس ما مننطر فريق التدقيق ليجي؟ اشتغل شغلك هلا، خد البصمات، نحن ما منعرف مين عم نواجه، يمكن شي حدا مسؤول، هاي بتفيدنا. وهني خليهم ياخدوا عينات غيرها، كان في آثار فوق على الشباك كمان، خد منهم وتعال لعندي. حاضر معلم، يلا فورا. واضح إنكم هربتوا من هون، مو مشكلة. دينيز شو دكتور؟ طمني كيف وضعها؟ وضع مو منيح، راح ندخلها على العملية، فقد الدم وممكن يكون صاير مع نزيف داخلي. بعد العملية منخبركن إذا في ضرر للأعضاء الداخلية. لا تخلينا نضيع الوقت، يلا. أوخ، معقولة عم تقولي عن هاد جرح صغير؟ عادي مو مشكلة. يلا امشي، خلينا نروح هلأ ومنشوفه بعدين. يلا. من هون، يلا تعي بسرعة. دخلوا على الغابة من هاي الجهة. انت روح من هون بسرعة، انتوا لجوا الغابة، يلا. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. ما رح نقدر نعرف شي بهالوقت، والشرطة هون أساسا. حنروح على القهوة ونعمل التحقيق. ممتازة هالحركة معلم. برد ما رح اتجمع. شد لي حيلك. يلا يلا عزراء امشي. ايه شو بك طول بالك؟ هلأ وقفت، شو صار لك؟ يلا مو كنتي بالعسكرية بسكندرون ما رح يصير لك شي، يلا تحركي.
يا بنات اسمعوني منيح، الزملاء هلا رح ياخذوا افادتكم، كل وحده رح تحكي اللي عندها، رح تحكوا كلكم. لو سمحتوا احكوا الصراحه وكل شي شفتوا، لا تخافوا من شي ولا تترددوا ابدا، تمام؟ انتوا لازم تساعدوهم، وانا اذا حسيت الامر اضطر بلتقي معكم مره تانية كلياتكم، ماشي؟ تمام؟ يلا لشوف. اجتمعوا الكل هون لو سمحتوا. تمام. هلأ زملائنا اللي بالسجن رح ياخدوا إفادتكم واحدة واحدة، تعاونوا معهم، تمام؟ قدرة أوستورك، بعرف إنه أنت المسؤولة عن يلي صار، أنت يلي خططتي للهجوم. في مرة ماتت بهالهجوم وهي بتكون إيدي اليمين، مساعدتي الخاصة اسمها نازان، وعم تقول أنا يلي خططت للي صار؟ آه؟ أنا رح خطط لموت مرافقتي يعني؟ شو هالحكي هاد؟ افتراء. قدرت انتبهي لحكيك، شو صاير لك؟ لا تنسي من واقف قدامك، وانتو كمان لا تنسوا مع مين عم تحكوا. لكان المرأة الأقرب لإلي هون نقتلي ماتت هنيك، ولساتكن عم تتهموني أنا بكل شيء؟ بدل ما تروحوا تتهموا جماعة هديك اللي اسمها دينيز، ما روحوا حاسبوهن لقلن أحسن ما تحاسبوني. بكفي قدرات، بكفي. إذا في جريمة صايرة رح يتعاقب يلي عملها، لا تخافي بنوب. أنت جاوبيني على سؤالي هلأ، طالما أنتوا ما دخلكن، شو أخدكن بالعتمة وبهيك وقت على هداك القسم؟ قليلي ليش في تخوت مسقوبة هنيك؟ إيه حاجتك بقى، أنا عم قول إنه مساعدتي ماتت، وإنت لسه عم تقول الحق عليكن، الحق عليكن، الحق عليكن أنتو. شو أنا مجبورة جاوب على سؤالك؟ إذا كتير حابب تسمعني خدني على هديك الغرفة وحقق معي هنيك أحسن. قدرت خدوها على المنفردة، خدوا البنات إيبك وهاجر كمان. إيه أنا كل ما حكيت الحقيقة بتاخدوني على المنفردة. كنتي ولا تتري حكي مفهوم؟ إيه مو مشكلة، حتى لو أخدتوني لهنيك رح أحكي نفس الشي. امشي قدرت يلا. لا تواخذنا حضرة النائب. كان معروف انه هيك رح يصير بالاخر، ولا حدا عمل شيء لحتى يمنع قدرات. قلت لها ألف مرة لزيرين، هذا الشر ما رح يخلص، صدقني انا رح ساوي المستحيل لحتى انقل قدرة على غير سجن. مرحبا دينيز، كيفها؟ بالعملية كان وضعها صعب كتير. يا ربي دخيلك. يا الله دخيلك يا ربي يكون مع دينيز، يا الله ساعدنا يا الله، يا ربي دخيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ شو صاير؟ حسرات طلعي هون ضاربين كل مكان، يمكن كان بدهم يقتلونا كلنا، بدهم يقتلونا. معقول نسكت لهم وما نحاسبهم؟ انا برجعهم. وقفي حسرات. والله لا اطلع بروح. حسرات خلص وقفي وحدي روقي. ليش انا لازم اهدى؟ ليش لازم اهدى دودو؟ حاولوا يقتلونا كلنا، حاولوا يقتلونا كلنا يا دودو. جماعتها لقدرة اجوا لحتى يعملوا مجزره. انت معك حق، بس أول دينيز خلينا نسمع خبر منيح عن دينيز وبعدين بنعمل شو ما بدنا. ماشي كرمالي. يا الله دخيلة. تمام تمام، ما رح يقدروا يلاقونا بعد هلأ. متأكد؟ ايه لفينا كتير، ما رح يقدروا يلاقوا أثر ورانا. صار فيكي ترتاحي هلأ، هالكوخ فاضي على أكيد، خلينا نفوت لهون. يلا
يلا منرتاح هون للصبح ومنشوف شو وضع جرحك. ماشي تمام تمام. وبعدين نطلع من هون الصبح. لحظة حسن. لك شو هالباب هاد؟ باب كوخ بيفتح لبرا. شو هالنجار الغبي هاد؟ نجارين آخر زمن. البكرة. اشتغلي على مهنك موفقة. طلع الصبح وما خلصت العملية، ليش طولوا كل هالقد؟ مراد هذا دليل منيح، يعني لساتها عايشة. طول بالك. ما بعرف ميليس، كأنه الأحداث عم تنعاد معي، كأني عم برجع عيش الكابوس نفسه. الحق معك، أنا حاسة فيك مراد، بس نحن لازم نصبر ونقوى. تمام. طمني دكتور، كيف وضع هلأ؟ والله صعب أني أحكي هلأ، في ضرر كبير بأعضاء الداخلية، وضع صعب كتير. بدنا نعمل لها عملية تانية بس لحتى تقوى شوي. ممكن نشوفها؟ مستحيل هلأ، عليها العافية. مديرة زيرين، كان لازم يصير هالتفتيش قبل ما توقع المصيبة علينا، ما هيك يا بنات؟ رح يصير في تفتيش كل يوم، تعودوا على هالوضع، وإذا اضطر الأمر بفيقكم الصبح هالتفتيش كمان. بس عم تفتشوا المكان الخطأ زيرين خان، نحن ما عملنا شي لحدا، قدرة هي اللي هاجمتنا. إذا أنتوا ما بدكم تعملوا شي نحن منعرف كيف رح ننتقم، وقدرة رح تتعاقب على الشيء اللي عملته. انتو ما رح تعملوا اي شيء، ما حدا رح يعمل شيء بعد اليوم. حالة الطوارئ مستمرة، اذا انا ما سمحت لكم ممنوع تطلع رجلكم خطوة برات الغرفة حتى. خلي عيونك علي. بصير صاروا يفتشوا. دودو راحوا الكلاب ولا لسه في؟ لسه في واحد هون. لك صحي يونغا وينه؟ لما عرفت انه في تفتيش اخذت اويكو وراحت على المكتب. ايه خير. ارفعوا ايديكم. كل يوم تفتيش، كل يوم تفتيش، مو كل يوم. إذا كل ساعة فتشنا ما في شي رح يتغير. إيه والله مزبوط، ما في شي رح يتغير إذا بقيت قدرته. إيه صح، الحق معك. أكيد راحوا من هاي الجهة، بس كيف رح نلاقيهم؟ مو سهل هالمكان. شو مجنون انت؟ بيكونوا هربوا من زمان. والمرأة ما عم تحكي اي شيء. انت ضغطت على المرأة بالتحقيق؟
ها؟ خوفتها شيء؟ لا سيدي، هاي المرة ما ممكن تخاف من شيء. يعني قصدي إنه عندها خبرة بالموضوع. شو صار بعينات الدم يلي أخذناهن؟ طب الشرعي عم يشتغل عليها، الزمرة بتوافق زمرة الدم عزراء، شافوا الملف. آخ شو بدنا بزمرة الدم، نحنا شغلنا بالدي إن إيه. كانت عم بتقول إنه ابني راح يصيد سمك، معقول يكونوا طلعوها بمركب وراحوا برا البلد؟ خبر خفر السواحل وخلينا نحن نروح على هديك المنطقة. تمام معلم. أوه صباح الخير. صباح الخير. كيف صرتي؟ إن شاء الله أحسن. إيه. ما تخافي، ما حدا أجل لهون طول الليل. شو يعني أنت ما نمت بنوم؟ أنا متعود على هيك قصص. إيه؟ هيك بتبرد حسن، معقولة تبقى برا طول الليل؟ إيه ما بيصير علي شي، بعدين أنت أمانة عندي لازم أحميكي. بس هلأ إذا ارتحتي حنطلع ونروح على الكوخ اللي بالجبل، تحسنتي؟ يلا. بس ما بدنا نشرب شاي؟ تعالي معي هلأ، هنيك رح شربك أطيب شاي بالعالم. يلا. وقت منوصل لهنيك في صيدلية، بجيب ضماد وبلفلك جرحك ماشي؟ خلص عم قلك ما فيني شي، ليش لحتى تجيب ضماد هلأ؟ حسن بتعرف شو هو الشي اللي عم فكر فيه؟ شو هو؟ عم فكر كيف قدروا رجال القدرة يعرفوا وين نحنا. رح جن يعني، حتى لو بعتك العنوان على الموبايل ما رح يعرفوا يوصلوا لهون، وليش مصرين يعرفوا مكاننا؟ لا يا أختي، ما في سبب ليكون الشخص شرير، وحتى لو في نحنا ما بنفهمه، عقلنا ما بيفهم هيك أمور. بتعرف أكل هم أمك. أمي منيحة، لا تخافي، مثل رصاصة طايشة ما بيصير لها شي، لا تخافي. صالح اطلع على الضيعة لفوق وشوف المستوصفات والصيدلية، البنت متصاوبة بدهن يعالجوها. تمام معلم. لك لحظة شوي، مش لاحية اللي لابسه، وشيل بطاقتك كمان لا تخليون يعرفوك. وانت أورهان اسأل الصيادين وشوف غرف الصيد إذا فيهن حد. تمام. واسألن عن حسن إذا أجى على الصيد مبارح. تمام أمرك سيدي. لحظة أختي، وقفي وقفي، شوفي هدول شرطة مدنية. وشو عرفك إنه هدول شرطة؟ شوفي أشكالهم كيف وتيابهم وأحذيتهم عم تلمع. شو بدهم يعملوا هيك ناس بغرف صيادين السمك يعني؟ لك الله يلعن هالحظ. ألو سيدي. إيه عم نلاحق عزراء كايا. إيه عن جد؟ أكيد مو معقول تكون صدفة. تمام تمام سيدي، جاي ماشي. يلا الله معك. الخبر عن رفيقة عزراء يلي اسمها دينيز، يلي هربت من السجن وقتلت الشاب يلي قتلها بنتها. ايه حلال عليها، والله خلتنا نلاحقها كتير هالمرة. ايه والله عترتنا، ضلينا ايام عم ندور وراها بالشوارع. المهم صار في مشكلة بالسجن وطعنوها، وهلأ هي بالمشفى. كيف يعني؟ هيك صار، شخصين من السجن نفسه، وحدة برا وحدة جوا، بيهاجموهم بنفس الوقت. هن بيعرفوا شغلهم منيح، أكيد في حدا وراء هالمشكلة ورح يبين. شو صار معك؟ ما حدا شاف حسن سيدي، سألت الكل هون وقالوا إنه كان مبارح الهواء قوي كتير وما حدا طلع على الصيد. هيك لكان؟ يعني فاطمة غشتنا ما؟ تماماً سيدي. بس نروح على القسم منحقق معاه من جديد. أمرك سيدي. بتحقق أنت إذا كنت فاضي. أنا جاهز سيدي. على طول جاهز أنت. هدول ما رح يروحوا عزراء. حسن ما منقدر نبقاهم، هاي مو ضيعتك، ما فيك تلاقي سيارة من شي حدا بتعرفه يعني؟ ايه والله فكرة ممتازة. ابن اخي محمد كان معه وحدة قديمة، بس استني انتي هون، انا رح روح جيب المفتاح واجي فورا ماشي؟ انتبهي على حالك. تمام. الله يلعنهم، كيف عم يقدروا يعرفوا ويننا؟ يلا كل وحدة تاخد غراضة. خلاص تركيها، خلاص تركي هاي. اختي صفية بدي اسألك، انت كيف عرفتي انه هدول النسوان بدهم يهجموا علينا؟ ايه ايه
شو من سنين طويلة كانوا حاطيني بقسمكن هاد، وكانت زعيمة هاد القسم اختي لارسان. ما كان في منا مو بس بمهجعكن هاد، مخلوقة كانت اخت كل وحدة بالسجن، كان يصير كل شي بتقوله. كنت كتير حبها لحتى اجت قدرت. كان معها مصاري بس مو قوية، كانت تصرفاتها غريبة بس ما حدا اهتم فيها. وبلشت وصارت تعمل لنا مشاكل، بس اختي لارسان مرتين ضربتها وما سمحت لها تتمادى. بعدين اجا يوم كان وقت النوم، وكانت كل وحدة فينا بتختها، وفجأة هيك انقطعت الكهرباء. نفس اللي صار، ما ضل حدا ما استغرب وقال شو عم بصير. بعدين قدرة واللي معه هاجموا اختي لارسان هي وخمسة من اللي كانوا معه وقتلوهن كلياتهم. كنت حب اختي لارسان كتير، طبعاً ما حدا حاسبها لقدرة. إيه؟ قليلنا أنت شلون نفتي من إيديهم؟ كنت وقتها لساتني جديدة، مين بده يقرب علي؟ بس أنا مقهورة كتير وحاقدة على قدرة كتير. أنا حاقدة كتير على قدرة، حقد كبير وبدي انتقم. أختي صفية بفضلك قدرنا نوقفهم، شكراً كتير، عن جد شكراً. هيك لكان، إن شاء الله أختي دينيز تتعافى وتمرق هالقصة على خير. إن شاء الله. اسمعوني هلأ، الخبر السيء بيصل دغري، متأكدة ما رح يصير لها شي، رح ترجع لنا. إيه أكيد رح تجي، دينيز قوية، أكيد رح تجي. ليش ما رحتي أخذتي غراضك حبيبتي؟ ليكي هي إلك ما؟ شو صار؟ سمعتوا شي خبر عن دينيز دودو؟ لا. إيه بس لو في خبر سيء كنا سمعناه مو؟ دعي له. كنا سمعنا ما؟ أنتي بتحبي دينيز كتير ما؟ كانت واقفة معي دائما، إذا راحت هي كمان أنا. بنتي لا تزعلي، أختك دينيز رح تتحسن، نحن رح ندعي لها ورح تتحسن. رح تقوم أهي؟ إيه رح تقوم. رح تقوم. إيه رح تقوم.